السلام عليكم. أنا حقيقة سعيد بأني في ربوع الوطن الحبيب. في البداية المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية، شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين مهروا بدمائهم هذه الثورة. نتمنى عاجل الشفاء للجرحى والذين تكلل صدورهم ويتشرفون بهذه الجروح كأغلى ما يكون في تزين صدورهم مدى الحياة. تحية لأسر الشهداء والمفقودين، تحية لجماهير شعبنا في الغرى والبوادي والفرقان والمدن، والتحية للشباب من النساء والرجال الذين غادوا أعظم ثورة في تاريخنا المعاصر. شعار الثورة العميق حرية سلام وعدالة سوف يشكل برنامج الفترة الانتقالية. دعوني في إيجاز أدي الملامح الرئيسية له، أو أكثر الأولوية نمرة واحد هي إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام. نعمل لوقف معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح، إيقاف والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس على الهبات والمعونات. نحن بلد غني نستطيع معتمدين على مواردنا الذاتية أن ننهض بهذا البلد في مصاف أعظم الأمم. إصلاح مؤسسة الدولة، محاربة الفساد، بناء دولة القانون والشفافية والعدل، وضع سياسة خارجية معتدلة تأخذ المصالح العليا للبلاد كهادي لها.